للوهلة الأولى ممكن نفكر هالآلات والماكينات اللي موجودين في وسطها إنها لإنتاج الحديد، لكن موضوعنا أغلى من هيك لأنه بيتعلق بإنتاج الذهب. رح نتعرف على التفاصيل مع مصنع الراميني. بالعادة بتتزين المرأة الفلسطينية بمجوهرات الذهب، أو ممكن الفكرة تكون في سبيل الادخار. من 2006 تم إنشاء مصنع الراميني في تول كرم، واللي يفكر كيف ممكن يعمل على إنتاج وتصنيع هالمجوهرات بأيدي محلية. بنجيب أول إشي الذهب، يا إما بنجيبه سبائك عيار 24 وبنعملها 21، طبعا بنضيف لها نحاس ونضيف لها فضة، هو اللون اللي بدنا إياه بالكميات وعلى كميات ومقاييس معتمدة عالميا. طبعا بنصب الذهب وبنفحصه أول إشي، بنصبه كميات، شو أخذنا ذهب كسر من السوق وشو عملنا شو لمينا، وبناخذ الذهب بنصبه في فرن أفران زي ما ورجيناكم، وبعدين بنفحصه، عندنا مختبر كمان بنفحص دقة قديش العيار 100%، وبعدين بلش يشكل فيه. إحنا طبعا بروح على ماكينات سحب، وإشي بروح للأساور، إشي بروح للسلاسل، إشي بروح لخواتم. وهيك مراحل عديدة بتمر فيها عملية تصنيع وتشكيل هالعنصر من خلال ماكينات وآلات مش بسيطة بيحتاجها كل صاحب مصنع، ليكون عندنا بالنهاية منتج مصنوع بدقة وحرفية بيرضي السوق ورغباته. السحب عبارة عن ماكينة سحب ضخمة، هو الكمية اللي بدك إياها، وإذا واحد بده يفتح ورشة بقدر يفتح ورشة ب20,000 دينار، بقدر يفتحها ب10,000 دينار. عندنا المشكلة الكبيرة إحنا كل موديل بده عدة لحال وكل قياس معين، مثلا بدنا نشتغل بالسحب، بدنا نشتغل سحبة 8 ملي بدها قطعة لحالها، بدنا نشتغل 9 ملي كل ملي بده إشي لحاله، الخواتم بدها ماكينات لحال، كل إشي لحال، بس في عنا أساسيات هي لازم تكون في المصنع موجودة. الإقبال المحل على المحلي أكثر، لأنه الناس ما بحب حد يبيع ويشتري ويخسر، يعني بالنهاية يعني الواحد بيخسر، خسر إشي بسيط بزي يخسر أرقام خيالية. مثلا الذهب المحلي بدك تخسر في الجرام 5 شيكل 10 شيكل التوب بتاعه، أما الذهب المحلي قال بس تطلع من باب المحل بدك تخسر 50 شيكل في الجرام. فلما تشتري مثلا قطعة 5,000 شيكل أجنبية راح تخسر فيها تقريبا النص سعرها لو كانت 21، بينما المحل بتخسر لك 200 شيكل 300 شيكل بتحكي مقبولة خليها لبسة ونكبت، بس بلقيت أنا بالنهاية مصاري وراي إني تسندني للمستقبل. بغض النظر عن الأخبار اليومية حول الهبوط والارتفاع، إلا إنه الذهب بيبقى محافظ على قيمته، فلا عجب إنه يستمر المنقبون في باطن الأرض بالبحث عن هالمعدن الثمين. لتلفزيون الفجر هبة مصطفى.